بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية طيبة مباركة لكم أنتم متابعي قناة الراصد التقني. في هذا الفيديو سنقول وداعا لجهاز جيوم ار اس 8 ميني اتش دي بلس. مرحبا بجهاز جيوم ار اس 8 ايفو. هذا الجهاز الذي أعلنت عنه شركة جيوم قبل نهاية السنة الماضية. هذا الجهاز يأتي كبديل لهذا الجهاز. في هذا الفيديو سنحاول أن نتعرف على محتويات هذه العلبة، نتعرف أيضا كذلك على الإعداد الأولي لهذا الجهاز. بالنسبة لمحتويات هذه العلبة فهي تتألف من الجهاز، أهم شيء في هذه العلبة وهو الجهاز. إذا جهاز مثلا جيوم ار اس 8 ايفو. في المقابل ايضا لدينا شهادة الضمان الخاصة بالجهاز التي قلما يتم العمل بها. لدينا ايضا كذلك ريموت كنترول الخاص بالجهاز، تأتي معه البطاريات الاولية للاستعمال. كذلك لدينا ايضا وصلة الطاقة الخاصة بالجهاز. لدينا ايضا وصلة الخاصة بالتلفاز. لدينا ايضا عارض البيانات الخاص بهذا الجهاز. وفي المقابل لدينا كذلك مثبت لهذا الجهاز لعارض هذا الجهاز. في المقابل كذلك لدينا دليل إعدادات السريع الخاص بالجهاز. هذا كل ما تتوفر عليه علبة الجهاز. إذن بالنسبة لمواصفات هذا الجهاز، يأتي الجهاز بنفس شكل الجهاز السابق. إذن يتوفر الجهاز على مدخل USB، على مدخل كذلك الطاقة، على المدخل الخاص بجهاز العرض الخاص به، مدخل أيضا الهوائي، بالإضافة كذلك إلى أزرار إيقاف تشغيل الجهاز، زر أيضا تغيير القنوات. إذن هذا الجهاز يأتي مع خاصية أن هذا الجهاز يتضمن واي فاي مدمج، ولا تحتاج مثلا إلى وصلة كلي واي فاي USB من أجل الاتصال بالإنترنت، وإنما كل ما تستطيع فعله هنا هو تشغيل هذا الجهاز ثم مباشرة الاتصال بشبكة الانترنت. إذا بالنسبة لسعر هذا الجهاز يبدأ من 3500 دينار جزائري إلى حوالي 4500 دينار جزائري. أما بالنسبة للإعدادات الأولية الخاصة بهذا الجهاز فسنحاول القيام بها على جهاز التلفاز. استغرقت عملية البحث الأولية حوالي 5 دقائق كاملة، تحصلنا خلالها على حوالي 900 قناة. إذا بعد إتمام عملية البحث عن القنوات، إذا سنحاول تمرير الفلاشة إلى. إذا لتحديث الجهاز كل ما علينا فعله الآن هو الدخول إلى الإضافات، ومن الإضافات إلى قائمة القرص. إذا في قائمة القرص هنا نختار هنا مباشرة الفلاش المثبت بالجهاز، وقد قمنا سابقا بتحميل الفلاشة أو بتحميل كذلك فلاشة هذا الجهاز من الموقع الرسمي للشركة. بعد ذلك قمنا بفك الضغط عنها، قمنا أيضا بوضعها على هذه الفلاشة. لدينا مجموعة من الفيديوهات التي حاولنا كذلك من خلالها أن نوضح كيفية تحديث كذلك أجهزة جيوم إلى آخر إصدار. ستجدون هذه الفيديوهات في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. إذا سنختار جيوم ار اس 8 الجديد، إذا النسخة الثانية. إذا نقوم باختيارها. بعد ذلك هل تريد تعديل قاعدة البيانات أو البرامج؟ نعم. الرجاء يتم الآن تحديث البيانات، الرجاء عدم إغلاق الجهاز. إذا تمت الآن عملية التحديث، إذا يتم الآن إقلاع مجددا في هذا الجهاز. إذا سوف ندخل الآن إلى المنيو الخاص بهذا الجهاز من أجل دائما الوصول إلى التأكد من النسخة التي قمنا بتنصيبها على الجهاز. إذا نذهب هنا مباشرة إلى ضبط النظام. من ضبط النظام مثلا مباشرة إلى معلومات الريسيفر، وهنا نلاحظ بأن إصدار البرنامج هو فيرسيون 2.71، إصدار كذلك 7 ديسمبر من هذه السنة. إذا هنا نكون قد انتهينا من تحديث الجهاز. إذن سنحاول الآن الاتصال بالإنترنت ثم تفعيل كذلك السيرفر. إذا هنا سوف نذهب مباشرة للإضافات. في الإضافات سنعود دائما إلى ضبط الشبكة. في ضبط الشبكة سنذهب إلى ضبط الإعدادات اللاسلكية. في ضبط الإعدادات اللاسلكية نختار كذلك بحث عن اللاسلكي، وهنا مباشرة يتم الاتصال بالإنترنت. إذا هذا الجهاز لا يحتاج
إلى وصلة US أو واي فاي USB خارجية، إذن لأن هذا الجهاز يتوفر على واي فاي مدمج داخل الجهاز. بعد ذلك سنحاول الاتصال على شبكة الانترنت، كود هذه الشبكة. بعد ذلك مباشرة نقوم بأن نقر على الزر الأحمر أو نختار هنا موافق. إذا نذهب هنا مباشرة إلى الزر الأحمر هنا، إذا أصبح الجهاز موصول بالإنترنت بعد أن كان مفصولا. ثم بعد ذلك إذا سوف نذهب أو سوف نعود دائما إلى الإضافات، لكن في الإضافات هنا إذا كما نلاحظ هنا إذا ليس هناك سيرفر موجود على الجهاز. لتفعيله كل ما علينا فعله هو الخروج من المنيو، ثم بعد ذلك أن نقر على أوديو. إذا نقوم بالنقر على أوديو هذه الموجودة على الجهاز، إذا ثم بعد ذلك نقوم بالنقر 3 مرات على الصفر. إذا سنلاحظ هنا تم تشغيل الجهاز. بعد ذلك لو أننا قمنا بالعودة إلى المنيو الخاص بهذا الجهاز، وبالتالي دخلنا إلى الإضافات، من إضافات كذلك إلى ضبط الشبكة، إذا سنلاحظ هنا ضبط السيرفر. إذا ندخل إليه مباشرة. بعد ذلك سوف نذهب إلى الصفحة رقم 15، إذا نجد هنا إذا سيرفر الفون كام إذا 1 أو 134، لكن مع ملاحظة هنا وهي أنه مفصول. إذا كما نلاحظ هنا مفصول، ولكذلك تفعيله كل ما علينا فعله هنا أن نقر دائما على الزر الأخضر الموجود هنا. إذا الآن أصبح الجهاز أو أصبح السيرفر الخاص بهذا الجهاز مفعل، وبالتالي بإمكاننا الوصول إلى أو فتح مختلف القنوات الموجودة على هذا الجهاز. طبعا يمكننا دائما الوصول هنا إلى تطبيقات الشبكة، ويمكننا الاستمتاع بالتالي باليوتيوب، بالتطبيق الأبولو، بكذلك نتفليكس، إذا تحديثات تلقائية بالإكستريم إب تي في، كذلك تطبيقات الموبايل إلى غير ذلك من التطبيقات. إذا تم الاتصال باليوتيوب يمكنك أيضا الوصول إلى التطبيقات الأخرى المتوفرة على هذا الجهاز. إذا كان لديك مثلا اشتراك لنتفليكس، إذا كنت ترغب في دائما تحميل التطبيقات أو تحميل التحديثات بشكل تلقائي، ولا ينصح بهذا لأنها حقيقة لم تتمكن من تحديثه عبر الأونلاين، وإنما دائما التحديث يتم بشكل يدوي. يمكنك أيضا الاستمتاع بتطبيق الإكستريم إب تي في، وبالتالي إدخال شيفرات قنوات الإب تي في إذا كنت تمتلك ذلك، إلى غير ذلك من المزايا المتوفرة على هذا الجهاز. بالإضافة إلى ذلك، وأهم شيء هنا على هذا الجهاز هو دائما خاصية الأبولو التي إذا كانت هذه أهم الإعدادات التي يمكن القيام بها على هذا الجهاز، بداية من بحث القنوات وصولا إلى تفعيل الأنترنت على هذا الجهاز، مرورا كذلك بتحديث هذا الجهاز وهو أمر لا بد منه للوصول إلى شبكة الواي فاي وتفعيلها على هذا الجهاز الذي لا يعمل بوصلة USB. في المقابل أيضا لا بد كذلك من تفعيل السيرفر عبر الطريقة التي أشرنا إليها. إلى هنا يكون فيديو اليوم قد انتهى، أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال رضاكم واستحسانكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.